ارخص من بره. بيتباع بره بكام؟ انا تقريبا كان تقريبا ممكن يكون الكراسه ب 3 جنيه، يعني متوسط زياده 20% مثلا او 25 40% و35% 35% 40% عن بره. عن بره بس هو انا تجربه التجزئه يا فندم بيزود 30 40% عشان كده ليه؟ هو كده بالحاجات وال عشان يوصل للزبون رقم 3. احنا واخدنا من المنبع اول ايد 15 جنيه. البركه فيكم يعني، احنا عايزين نخف عن المواطنين ونساعدهم مع الطبقه الكادحه كده، نساعد الناس ان هي ياخدوا حاجه اسعار مناسبه وجوده عاليه. اتفضل. ان شاء الله الحمد لله عامل العرض ب 120 جنيه مريالي بره، بره 180 جنيه مريالي، ب 120 بره ب 180 جنيه. لا ده خصم كبير يا فندم، خصم كبير. الحمد لله بركه فيك، بركه فيك، وكله في حب بلدنا مصر. امر الله طبعا، كلنا فدا بلدنا مصر وفي حب المواطن ونساعد الناس ونساعد. وبرضه كلامك صح، لازم نساعد المنتج المصري والمواطن المصري يبقى عارف المنتج المصري احسن من اي منتج تاني. نساعد المصنع المصري عشان يصنع وينتج، بس ما دام هو بيبص على المستورد وبيبص على سوق بلده مش هننتج. الخامات المصريه احسن من المستورد عشان تبقى فيه كتير، وتقفلنا يا باشا احسن من المستورد، تقفلنا احلى من تشطيبه كل حاجه مصر. ربنا يكرمكم ان شاء الله. هنا كام سعره في المحل بتاعه بره بكام؟ اذا مش تنزل بالاسعار معانا وساعد في المبادره يتفضل ويتغير حتى بيه. لكن هم ناس محترمه. انت بتبيع ده بكام في المحل؟ ايه ده بيتباع 55. 55 وهنا بيتباع 40. 40 15 جنيه فرق. اكتب لي بقى قائمه اسعار بعد كده. اكتب لي قائمه اسعار واعمل لي برضه زي ما قالت المدام كده. لسه 55 على 40 اللي هو اللبني. انا قصدي في ناس ما بتبقاش عارفه تقرا اللي يعني حط لي الاسعار، حط لي الستيكر على القميص، على القميص الستيكر على القميص على البشره مظبوط كده صغير اعمله على القميص، حط للمواطن الستيكر على مشاكل على قطعه القميص برضه عشان مش هياخد باله من هنا قبل وبعد مكتوب فيه. احنا ممكن نعمل بعده ونظهره قبل كذا، حط الرقم الاصلي اللي هتبيع بيه بس مظبوط. ايوه ونحطه بره في كذا. يلا كل سنه وانتم طيبين. مدتنا شهر ان شاء الله. نعم يا فندم، مدتنا شهر باذن الله. باذن الله لعند قبل المدارس باسبوع. باذن الله قبل المدارس، بعد المدارس، بعد اسبوع المدارس، بعد المدارس باسبوع باذن الله. شكرا استاذ. باذن الله. شكرا استاذ.